لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. المغرب يعزز قوته البرية بمدرعات تركية أوكرانية. اقتنى المغرب بهدوء مدرعات وحصل بالفعل على العديد منها دخلت خدمة عملية ضمن تدعيم القوات الخاصة، وهي مدرعات مجهزة بنظام سيردر الأوكراني التركية، وهو نظام جديد لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات تم تطويره بشكل مشترك بين الشركة التركية أسيتسلان ومشروعات أوكروبونو بروم الأوكرانية. وحصل هذا النظام على تنويه الكثير من الدول التي اقتنت هذا النظام، كما أن أوكرانيا تعتمد عليه بشكل كبير في صراعها مع روسيا لخلق توازن عسكري ضمن الصراع الحدودية بين البلدين. ويتم تشغيل النظام عن بعد ويستخدم صواريخ سكيف خاصة إصدار 130 ملم التي أنشأها مكتب تصميم تصميمات الأوكرانية، كما أن له نوعان مختلفان أحدهما مزود بقاذفين والآخر بأربعة، وتبلغ صواريخ سكيف 130 ملم مجموعة فعالة من 5 كيلومتر وقادر على اختراق 800 ملم من الدروع حسب المعطيات المرفقة بالنظام ذات التصنيع التركي الأوكرانية. وكان المغرب قد خصص 65 مليون دولار لعقد صفقة مع تركيا للحصول على 13 طائرة درون من نوع TP2 بكافة معداتها، حيث يعتبر هذا النوع من الطائرات المسيرة التي تستخدم في الحروب من صنع شركة بايكار التابعة لسلاح الجو التركية. نشكركم على حسن المتابعة.